ايه الطريقة العلمية الصحيحة لاستخدام او التعامل مع الدعامة؟ ممتاز. هو طبعا الدعامة دي بالنسبة للمريض دي حاجة جديدة، فهو مش عارف يتعامل معاها ازاي، لدرجة ان في ناس بيجوا بعد العملية بفترة وهو مش عارف هي يعني بتشتغل ازاي، يتهيألوا انها زي الانصاب الطبيعي، انها تحصل انصاب لوحده الى اخره. فلازم نعرفه مثلا لو زي ما في الصورة كده الدعامة العادية ازاي يقدر يطويها، وامتى يطويها، وليه يطويها. لازم نفهمه ان انت الدعامة لا تأخذ وضع الانصاب الا في اثناء العلاقة فقط لا غير، وما عدا ذلك تفضل الدعامة مطوية طول الوقت. ولازم نشرح له ازاي يطوي الدعامة دي ويخليه يعملها بايده مرة واثنين وتلاتة عشان يتدرب قبل ما يمشي من عندنا ويبقى عارف ازاي يستعملها. ما نتفاجئش ان هو بعد ما عمل العملية مش عارف يعمل ايه، يقول لي انا مش عارف، طب انا خايف اتني يحصل كذا، طب انا خايف اعمل ما اعرفش ايه. طب ما هو كده تقصير مننا احنا مش منه هو. ده بالنسبه للدعامه العاديه. بالنسبه للدعامه الهيدروليك برضو لازم اخليه يعني ادربه على ان هو ازاي يملاها وازاي يفضيها، ازاي يملاها وازاي يفضيها، مهم جدا، ولا هيروح البيت مش عارف يمسك المضخه، مش هيعرف فين الصمام اللي بيضغط عليه ضغط عشان تفضي. لازم الكلام ده اخليه يعمله قدامي عمليا ولو مره واحده على الاقل، ويتدرب مرة واثنين وثلاثة عشان لما يبعد يبقى عارف ازاي يتصرف لوحده.